مما لا شك فيه ان احنا طول الوقت طول الوقت هتلاقي الدولة بتشتغل على نسج شبكة عظيمة عملاقة للحماية الاجتماعية على اي مستوى، يعني على المستوى الصحي هتلاقي بيتعمل التأمين الصحي الشامل، على مستوى اكلنا وشربنا هتلاقي معمول البطاقات بتاعه التموين وكروت الخبز، على مستوى التعليم هتلاقي طول الوقت بنتوسع في بناء المدارس وتدريب المدرسين وتحسين جوده الخدمه، على مستوى الشغل او على مستوى حتى وزاره التضامن الاجتماعي بمعنى اكثر دقه هتلاقي مثلا على سبيل المثال في مبادره عظيمه جدا معمولة للصيادين اسمها بر أمان. بر أمان اتعملت مرحلة أولى وتانية وتالتة ودلوقتي تم إطلاق المرحلة الرابعة، وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج واللي هو أشرف عطية محافظ أسوان إطلاق المرحلة الرابعة من هذه المبادرة، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت اسم بر أمان. بر أمان لصغار الصيادين بإجمالي 42 ألف صياد متوزعين في 9 بحيرات على مستوى الجمهورية. بر أمان المرة دي بنشتغل على صغار الصيادين في أسوان وبعض المحافظات الأخرى في مرحلتها الرابعة. الفعاليات بتاعت بر أمان كان فيها من على سبيل المثال عرض لفيديو عن هذه المبادرة الرئاسية وشرحها وأهدافها وما سوف يأتي منها، بجانب تسليم بقى مستلزمات الصيد من بدل واقية وشبك جديد لعدد من الصيادين، خلايا الطاقة الشمسية إلى آخره. احنا معانا على التليفون الأستاذة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي. أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. طيب دلوقتي انا يعني مهتم جدا بالكلام اللي هنقوله ان حضرتك مساعد الدكتوره نيفين لشبكات الحمايه والامان الاجتماعي، ودي اهم حاجه بيني وبينك تشغل بال واحد زي حالتي. عايز ابدا بالكلام في المرحله الرابعه لبر امان. يعني بالامس معالي وزيره التضامن مع سياده اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان او دكتور صلاح الدين رئيس الهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه اطلقوا المرحله الرابعه والاخيره من مبادره بر امان لصغار الصيادين. المرحله الرابعه بتستهدف حوالي 12850 صياد بيمروا العاملين في نهر النيل واللي بيمر في 16 محافظه، فاحنا بنتكلم على 16 محافظه بتتم فعلا فيها دلوقتي توزيع مستلزمات الصيد لصغار الصيادين. المستلزمات عباره عن شبك وبدل واقيه وفزلك. ومعالي الوزيره امبارح بالامس سلمت مستلزمات صيد 30 صياد من العاملين في نهر النيل في اسوان. وكذلك زي ما حضرتك تفضلت انها سلمت يعني خلايا شمسيه لحوالي 10 صيادين. فدي المرحله الرابعه، لكن سبقها ثلاث مراحل. اول واحده كانت يعني واطلاق المبادره كانت في الفيوم في مايو 2021، ثم اعقابها المرحله الثانيه كانت في كفر الشيخ بحيره البرولس، والثالثه كانت من شمال سيناء كنا في شهر اكتوبر ومعالي الوزيره اطلقت المرحله الثالثه واللي كانت بتستهدف بحيره البردويل وبحيره ناصر. طيب ده كلام جميل جدا. انا عندي بس سؤال، مساله خلايا الطاقه الشمسيه دي الصياد بيستخدمها في ايه؟ هم صيادين اسوان هم اللي طلبوها، بيستخدموها في التدفئه وفي الاناره لان هم بينزلوا بالليل يصطادوا، فبالتالي دي بتساعدهم على الوصول لاماكن السمك والصيد، وبالتالي هو بيزود كده محصوله وفي نفس الوقت بيستخدمها في التدفئه، فليها فوائد عديده. وكان ده مطلب للصيادين من احد المطالب اللي هم خلال المبادره تقدموا بيها لوزاره التضامن. يعني حاجة تخلي الواحد مبسوط بصراحة ان احنا للدرجة دي بنقعد نفكر في مثل هذه الامور. طب هسألك برضو استاذ ميرفت على مسألة، يعني هذا الدعم الذي يقدم للصياد هو دعم مجاني مش كده؟ يعني احنا ما بناخدش تمن المعدات اللي بنديها له، الشبكة، الكوزلوك، اللبس الواقي من الـ 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 البلل والامطار والمية وكذلك خلايا الطاقة الشمسية، كل ده مجاني؟ مجاني. يعني لو صح تعبير باكج، الباكج دي بتبقى تكلفتها قد ايه تقريبا؟ يعني احنا بنديله 4 كيلو شبك وبنديله بدله واقيه وكزلك. احنا يعني لسه كان في الفيلم اللي اتعرض بالامس احد الصيادين بيتكلم عن انه ممكن بتكلفه الشبك حوالي 6000 جنيه بكل 6 شهور بيجيب شبكه، فده بيساعده ان هو يوفر
يعني جزء من الميزانيه بتاعته اللي كانت بتتوجه لشراء مستلزمات الصيف او صيانتها، وبالتالي ده هيقدر يوفرها ان هو يعني ينفق على اعبائه الاسريه، زي ما كان بيسلم يعني احد الصيادين انه ممكن يجوز بها احد اولاده. فطبعا دي بتساعدهم جدا، الى جانب الشبك اللي تم يعني توفيره للصيادين، هو من اجود انواع الشبك، وبالتالي كان بيبقى تكلفته عاليه لان الشبك والبدل كلها مستورده لا تصنع محليا. عظيم، نتمنى انها في يوم من الايام تصنع محليا بنفس معايير الجوده باذن الله. طب استاذ مرفت، حاجه كمان، احنا عمليا اللي انا فهمته ان احنا عندنا في اجمالي او عموم مصر فيها 42 الف صياد. هو في عموم مصر احنا بنتكلم في حوالي 80 الف صياد. 80 الف مسجلين بشكل رسمي. أوكي. ولكن المبادره استهدفت صغار الصيادين. الصيادين متقسمين لمستويات، مستوى اول وثاني وثالث، احنا مستهدفين المستوى الثالث هو الاكثر انتشارا، ودول صغار الصيادين، عشان كده دايما التضامن بتبحث عن الاولى بالرعايه وبالدعم. احنا دول الاولى بالرعايه. احنا كده الاربع مراحل دول وصلوا لكام صياد لحد دلوقتي؟ لغاية دلوقتي تم تسليم مستلزمات الصيد ليهم 32 ألف من ال 42. حاليا دلوقتي احنا بنكمل المرحلة الرابعة. فيعني قاربنا ان شاء الله يعني بنهاية شهر 3 نكون انتهينا من كل المرحلة الرابعة وتوزيعات المبادرة كلها، وبعدها نفتح باب التظلم على مستوى الجمهورية اللي عايز يتظلم، يعني انه هو كان يستحق وتم مثلا يعني مش اغفاله، ولكن لم يوجد على قاعده بيانات الثروه السمكيه، او في بعض الاحيان هم بداوا يعني يجددوا التراخيص بتاعتهم عشان تستفيد بالمبادره، يعني ممكن ما كانش يجدد الترخيص وبالتالي بيشتغل بشكل غير رسمي، فهو المبادره كانت حافز ليهم ان هو دايما يجدد تراخيصه ويبقى بيشتغل من خلال المنظومه الرسميه للدوله. ايوه، يعني الصياد او صغار الصيادين اللي عايزين يستفيدوا من المبادره لازم يكون ترخيص الصيد بتاعه ساري ومجدد. ترخيص الصيد ده بالنسبه للمركب، وبطاقه الصيد بالنسبه للصياد اللي بيشتغل على المركب، فلازم يبقى ترخيص صيده ساري عشان يقدر يستلم من المستلزم. في اي شروط تانية مطلوبه يا فندم؟ لا، هو مجرد ان هو يعني من صغار الصيادين اللي متسجلين على قاعده بيانات الثروه السمكيه، الثروه السمكيه هي اللي بتمد وزاره التضامن بقاعده البيانات، وبناء عليها بيتم عمليه التوزيع، والتوزيع بيتم بالشراكه ما بين التضامن والهيئه العامه للثروه السمكيه وكذلك الجمعيات التعاونيه لصيادين الاسماك. عظيم جدا. يعني احنا كنا حريصين من الاول ان الصيادين يبقوا معانا من اول ما احنا بنرصد الاحتياجات ثم وضع المواصفات وشراء المستلزمات وتوزيعها، ويكونوا هم كمان شركاء ورقيب على عمليه التوزيع. كويس قوي، انا بشكرك جدا 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 استاذه مرفت صابرين، مساعد وزيره التضامن لشبكات الحمايه والامان الاجتماعي.